الانجاز لحزب التجمع عشان يبقى ليه رأي. انا ما شفتش يعني انا اصلي صريح والناس بتزعل مني. انا لا شفت حزب الغد ولا شفت حزب ولا شفت كفاح. انا شفت ناس في الشوارع ودايما يبقى فيهم بطل هو ده اللي وراه. يعني ايمن نور في الغد كفايه جورج اسحاق قول ياخدها كلها في بطنه. يعني ما اقصدش ياخد فلوس او انه حرامي او لا، ياخد السوكسيه. انا مش هختزل حزب في ايمن نور، ده الدوله ما طلعتش مبارك اللي كلنا اتربينا في عهده، ولا عمر سليمان ولا حبيب العدلي. الله 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 الله، ده العمليه عمليه ثانيه. ما ينفعش اختزل الحزب. مانيش عارف ثوره مش ثوره، مؤامره مش مؤامره، لازم نفهم. ومفيش حاجه اسمها ان انا اقصي حد، لان تلات ارباع اللي اقصيتهم هم اللي بيعرفوا يدوروا الدوله. خلي بالك من النقطه دي. انا عندي رهاب اقصيت، انت الخسران زي ما انا خسران، بس الدوله تخسر اكتر من فرد طالما مش حرام. انا ما اقصدش انك ترجع واحد حرام. وبعد كده سمعنا ان في ناس حراميه والحاكم برئتهم. خلاص بقى خلص، دي وصلت ان حبيب العدلي بيطالب باعتذار الشعب. يعني احنا في دراما غريبه يعني. فين ولا مين؟ واحمد عز عايز ينزل الانتخابات. وده انا مش بغسل ايدي ان انا حزب وطني، لا خالص. انا الوحيد اللي فضلت بقول مبارك من ال 25 يناير لغايه النهارده. وعليك تحترمني، ما تخافش مني. خاف من اللي قال مبارك. بعد كده راح قال مرسي، بعد كده راح قال سيد شعراوي، بعد كده راح قال السيسي، وبعد كده هيقول ايه الله اعلم. ده اللي تخاف منه. ما عندكش اخجل منها مش هتكلم. انا ما عنديش اللي اتكلم، لا عليا مكالمه تليفون ولا عندي تمويل ولا انا عملت سعيد هنا او هنا، ولا شتمت جيش بلد صاحب حليم قنديل ما شتمتوش، ولا انا اعلامي الحمد لله. يعني كنت انا ارجو الرجوع لبرنامجي في شهر 7/2011 اسمه العاصمه على اليوتيوب. الاربع مواسم اللي اتقدموا نشوفهم. انا ما زيدتش على حد. انا ما كنتش بلطم في جنازه حفيد مبارك وطلعت قلت مبارك ما اعرفش ماله. انا ما كنتش اتمنى اسلم على احمد عز اللي بيسلم على حسني مبارك وطلعت شتمته. انا ما قلتش جمال يجي رئيس جمهوريه في عز النصار، طلعت قلت لا يلا. ويرجع لندوتي 7 يناير وانا رئيس قصر السينما، معايا دكتور مصطفى الفقي، استاذ مفيد فوزي، مدام لبلبه، ماجد الشربيني، الله يرحمه عبد الله كمان. 7 يناير 2011، 28 يناير مكالمتي مع منى الشاذلي، لا اقبل ان مصر تورث. لكن هذا لا يعني ان انا ما احبش حسني مبارك، لا بحب حسني، انا احب حسني.